هل السجن مفتوح؟ لقد مل الحارس عمله. لما لا تبقى في السجن بضعة أشهر؟ لا أحب هذا المزاح. أنا لا أمزح. مدينتنا ليست بحاجة إلى شخص غير قادر على إحضار عنابة. لكن اضحك اضحك بصوت أعلى. هيا أعلى. تبدو غاضبا جدا يا سيدي. اخرس تبا لبرهان. لماذا يبدو وردان غاضبا؟ على أي حال سوف أخذ بعض الكنوز من هنا. هيا بنا يا بروديغا. حسناء عنابة. حاكم شهدان. لقد ذهبا إلى مكان ما أثناء غيابنا. أنا أكره الفتيات والفتيان المدللين والطائشين. هل ستشترين المزيد يا حسناء عنابة؟ أوه حاكم شهدان. نعم. هل هذا الرداء يناسبني؟ لا يوجد أي رداء في العالم لا يناسبك يا حسناء الحلوة. سوف أشتريه لك في الحال. شكرا لك، سوف أشتري كل هذه الملابس. كل هذه الملابس. حسناء عنابة. رنا وجدناك أخيرا. رنا ماجد، الحاكم شهدان سيشتري لي كل الملابس الموجودة في المتجر. أليس هذا رائعا؟ رائع. لا 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 تذهبي وحدك يا حسناء عنابة، أرجوك سوف تضيعين. أضيع؟ أنا لم أضع من قبل أبدا. أريد أن أتوه حقا، إنها أمنية عندي وأرجو أن تتحقق. أحب أن أتوه. ماذا؟ حسناء عنابة. أين الحسناء عنابة؟ حسناء عنابة. تبا لك يا برهان، لقد أذلني كثيرا. الماء الكثير يسبب السمنة يا سيدي. اخرس. لا تقسو علي يا سيدي، أرجوك لا تقسو علي. برهان لا يعرف شيئا عني، لا يستطيع أن يعرف. يا له من قاز. سيدي سيدي أرجوك، أنت رجل طيب جدا. طبعا. لكنك لا تناسب هذا العصر يا سيدي. لا أناسب هذا العصر. حتى تكون بطلا سيئا يجب أن تكون في عصر آل كابوني. ماذا تقصد؟ ولد زعيم المافيا آل كابوني عام 1920، وكان ذلك زمن الحظر في أمريكا. قد تكون رجل عصابة جيد يا سيدي. رائع، حسنا سوف أذهب إلى ذلك العصر وسأنجح وسأنتقم من برهان. لنغادر الآن يا آلة الزمن. هيا. حسنا سنطير سنطير. انتظرني يا برهان. حسناء عنابة. أريد أن أتوه، أريد أن أتوه. انظري إنها فتحة الزمن. لابد أن وردان أمسك الحسناء عنابة. آلة الزمن هناك أيضا، يجب أن نذهب. هيا بنا بسرعة. انتظروا حسناء عنابة، سأتغلب على عائق الزمن هذه المرة حتى أنقذك، ومهما كلفني ذلك من تضحيات. صدقيني صدقيني. ها عنابة.
عنابة. إلى أين هم ذاهبون يا ترى؟ الأمر غير مهم، سأنقذ عنابة وأستعيد آلة الزمن فورا. أين نحن؟ وقعنا في برميل خل يا سيدي، تبا لحظنا البائس. سنعتقلكم لأنكم دخلتم البلاد خلسة. أشم رائحة غريبة. أين نحن الآن يا ماجد؟ انظر. الحسناء عنابة ووردان أيضا. ترى لماذا هما في سيارة شرطة؟ لقد تعقد الأمر كثيرا. الحسناء عنابة معنا أيضا، يا لها من صدفة. أجل، حاولت أن أتوه ولكني قابلت أشخاصا أعرفهم. حتى هنا من الصعب أن يتوه الإنسان يا آلة الزمن. معك حق أيتها الحسناء عنابة، لكن إذا بقيت هنا سيجدني ماجد حتما، كيف أتصرف؟ سيدي، من الأفضل أن نحتفظ بالحسناء عنابة ونعيدها إلى برهان، ما رأيك بذلك يا سيدي؟ لن أعود أبداً يا آلة الزمن حتى أنجح هنا. عما تتحدثون؟ عما تتحدثون؟ بسببكم سنقع في مشاكل نحن في غنى عنها. أنت لا تسبب لي المشاكل. ماذا؟ أكره الشجار، أريد العودة إلى منزلي. لا تخافي يا صغيرتي، لا تخافي. أعتقد أنها فكرة جيدة، لنستخدم أسلوب وردان للفرار من هنا. أسلوب؟ الحسناء عنابة موجودة هنا، لنبتعد عن المبنى. تعال يا مارد الفانوس في الحال. ما هذا؟ لا وقت للضحك أيها المارد، أسرع وحطم هذا الحائط. من الأفضل أن نفكر بطريقة أخرى للهرب من هنا. أرجوك ساعدنا أيها المارد، ساعدنا للخروج من هنا. رنا، سمعت ضحكات المارد الآن. لا تمزح معي يا ماجد. أشعر باهتزاز غريب. المارد قوي جداً. شكراً لك أيها المارد. عد إلى هنا، عد إلى الفانوس، هيا أطع الأوامر، هيا. ما الذي يجري هنا؟ ماذا؟ ماجد موجود هنا؟ لنهرب باستخدام هذه الدراجة. غير متوقع أبداً.
تفضل تفضل يا سيد وردان، إنه محل شعبي لبيع الزهور كما ترى. هل أعجبك؟ توجد أساليب للنجاح في هذا العصر يا آلة الزمن. رائع. تبا لي، اعتقدت أنني أستطيع استخدام ذلك الأسلوب لتنفيذ مآربي. من الآن فصاعدا سأترك ألاعيبي لأبدأ بأعمال الاستعراض. إنهم يثرثرون بأشياء سخيفة. رائع رائع يا سيدي. أحسنت يا سيدي أحسنت. أنا مسرورة منك لأنك تركت أعمال الشر، وسوف أساعدك بقدر استطاعتي. ما رأيك؟ هل أنت مسرور؟ كيف أستطيع استخدام هذا الأسلوب الطريف؟ إلى أين تذهبين؟ سأعود إلى منزلي. هيا ابتعد من طريقي. لا تكوني سخيفة، لا تذهبي أرجوك. اتركني. هل أنت بخير؟ خطرت لي فكرة جيدة بالصدفة. هناك. الحسناء عنابة في الشاحنة يا ماجد، لقد رأيتها. لنبدأ بأعمال الاستعراض من هذا المتجر، تفضل. حسناً، سأرفع صوتي قدر الإمكان. إنه مندفع كثيراً، لماذا هو مستعجل؟ سيداتي سادتي، سوف نشاهد عرضاً جديداً للسيد وردان. هذا رائع، والآن لنشاهد أغرب حيلة للسيد وردان. انظروا جميعا. أبرا كادابرا فرونت فوك برا. أخفت الجميع يا وردان. أجل، يا لها من مجوهرات رائعة. أسرع يا سيد وردان. اللصوص يهربون، لن نخطئهم. هيا تصرف. سوف أمنعهم. الضربة الساحقة. أهلا بك.
شكرا لك يا رنا، الحمد لله عدنا والتقينا ثانية. أعد إلينا آلة الزمن يا وردان، أعدنا إلى بلادنا. مستحيل، لن أفعل قبل أن أنجح هنا. ماذا؟ السيد وردان ترك ألعابه الشريرة يا رنا. ماذا تقصدين؟ حسنا، سوف نعود وحدنا. لا، سوف أعرض هذا على برهان. هاتيها، قلت لك. لا لا، مجوهراتي. لا تبكي، سوف أستعيد المجوهرات. ها؟ إنها دورية الشرطة. لقد ضاعت المجوهرات. لا تخافي، معنا هذه. أعينوني مجوهراتي وإلا سأطلق عليكم النار. ستطلق علينا النار. أعيدوا مجوهراتي حالا. لا، سنعيدها لأصحابها. الويل لكم، ستموتون جميعا. يريدون أن يقولوا لنا شيئاً يا رنا. ماذا؟ إنها جميلة. هذا هو الموضوع، يريدون المجوهرات إذن. رنا، انظري أمامك. أنت تبحثين عن هذه، خذيها. مجوهراتي لنرحل. ونحن أيضا. نحن لا علاقة لنا بهذه المشكلة. سوف يتعظون إذا شاهدوا ألعابك يا وردان. هيا افعل شيئا وانقذنا، هيا. حسنا، أبراكادابرا. لم أعد أريد شيئا، أريد العودة إلى منزلي. ما هذا؟ ماذا سنفعل؟ لن أبقى في هذا العصر. وأنا أيضا يا سيدي. آلة الزمن؟ سنطير. هيا يا رنا، تمسكوا جيدا. سنعود إلى بلد برهان. حسنا يا برهان. كانت رحلتنا شاقة يا علاء الدين. أين كنتم يا عنابة؟ لا أعرف، كنت تائهة. لقد رأيت الأهوال يا علاء الدين، ترى ماذا حدث لهم؟
ないでくれよ。話して話してよ。俺必ず立派なギャングになるからさ。カポネ、あんたには無理よ。そんなことないさ。このアルカポネ、きっと暗黒街の帝王と呼ばれるぐらいになってやるぜ。無理だって。ベイビー。